نعيما يا رجال. الله ينعم عليك. الله ينعم عليك. أهلين سيف. أهلين. شلونك أنت معلمي؟ الحمد لله. الحمد لله. مو صار لازم أرجع أشتغل عندك معلمي؟ على العين والرأس والله. المحل محلك سيف. سمعوا الشعب لزبون؟ سمعوا شعور لزبون؟ ايه ايه مثل ما بدك مثل ما بدك. هات يا ابي حلال نسمع. انا ابن شداد الكريم اصله من آل عبس طاعنين العنصري، لقد رأيت الموت ثم لقيته متسربلا والموت لا يتسربلي، وإذا دعيت إلى الكريهة لم أقل، بعد الكريهة لم أفعلي. إن المنية لو تصور شخصها لي في العجاج طعنتها في الأول. الله يسلم التم يا أبو غاج. حلوة ما؟ والله حلوة يا ابن حلال. لا حلوة. سمعوا كمان الشعر لزبون؟ لا حاجة اليوم. هات لنشوف يا ابن حلال. تفضل يا امي. الله يسلم هديات. وايديك يا امي. عليم الله يا محمود. مالي شايفتك الا عريس. ليش شلون بيكون عريس امي؟ اول شي بيكون حلو كتير. من وين جايته هالحلاوة؟ غير رب العالمين ما حدا بيعرف. ايه شو كمان؟ وتاني شي بيكون في حواليه هالة فرح، آمن بيشوفه أو بيحكي معه بيفرح. سبحان الله. هلا أنا هيك أمي؟ أنا هيك شايفتك يا أمي. ليش شو ناقص